الفم والأسنان، التشخيص، الأنواع وأيضا الوقاية مع الدكتور آدم خداش، أخصائي في أمراض الفم وطبيب أسنان. أهلا بك دكتور. مرحبا بكم، صباح النور عليكم. نشكرك على الاستضافة الأخ محمد، نشكرك قناة شروق المحترمة في هذا البرنامج شروق مؤمن. يعطيك الصحة دكتور، أهلا بك. أكيد أنه مواضيع مختلفة تتعلق بصحة الفم والأسنان، ما هي أهم المواضيع اللي يقصدوكم عليها الجزائريين عند أطباء الأسنان يقول لكم عندي مرض معين في الفم، ما هي أهمها؟ الحاجة الأولى اللي نبدأ نقولها هي الابتسامة تاعنا، هي هويتنا. ابتسامتنا نوتخ سوغيغ وفلاس كوروني. من هذا المنطلق يمنحك ثقة في الحياة اليومية والاجتماعية وحتى في الحياة العائلية. المرضى الجزائريين يقصدون في الحالات المستعجلة، في حالة ألم. من هذا الباب هدايا المنطلق يتبادر لنا هذا السؤال، علاش المرضى الجزائريين ما يجوناش للفحوص الدورية كما نقولوا بالعامية في حالة اليتسع؟ يعني تجيكم غير كي يكون عندهم مرض ويكون عندهم ضرسات توجع كما نقول. فوالا، منذ الصغر هناك فوبيا، خوف يزرعه الأولياء، يزرعوه بكلمة تقبح نديك عن طبيب يدير لك تشيكا اللي ما عندها حتى معنى، لأنه طبيب الأسنان هو شخص يسهر على صحة الفم ويكون يحب يديرك في أحسن ظروف البسيكولوجية ويقدم لك أفضل ما لديه للتداوي حتى يروح هاتستر. نعود إلى سؤالك الأخ محمد. السبب الاول اللي يزورون عليه المرضى جينيرالمون سي لا كاري دونتير، تسوس الاسنان. تسوس، اون بارلي دو تسوس، كنا نتكلم عن تسوس الاسنان. مانو يا ان ريسك كاريو انديفيديوال، هنالك خطر تسوس فردي. سا فو دير ما ناخذوش لا كاري جينيرالمون هكذا، يدخل فيها الجنس ذكر او انثى. لي فام يكونوا بلوز اكسبوزي، معرضين اكثر عرضة لهذه الانواع من التسوس اللي هو الفردي. التسوس الفردي ما المقصود به دكتور؟ لا، يدخل فيها ايضا الطفل عنده خطر تسوس اكثر من غيره. الاسنان اللبنيه سي تخيف سون تري تري فراجيل، يعني حساسه جدا. اصحاب الامراض المزمنه كداء السكري تكون عنده مشاكل في اللثه اكثر. من هنا نعود نوليو المدخنين ايضا. المدخنين الله يعفو علينا ان شاء الله كامل. يعني هي اسباب متنوعه، اغلبها التسوس الاسنان هو السبب الاول اللي يقصدوا عليه المرضى لدى عيادات طبيب الاسنان. اكيد هناك عده انواع من الامراض، كاين اكياس الاسنان تسمى بالخراج الاسنان، ايضا عندها اسباب كثيره ومتنوعه دكتور. نعم، نعود نقولوا للمراقبة الدورية. لا نحكي شوية على خراج الأسنان، هو موضوع مهم أيضا، لأنه عندما تأتي إلى طبيب الأسنان تتفادى الخراج. صحيح، منين يجينا الخراج؟ بعد التسوس. بارك الله فيك. يا دي زيتاب أسويفغ، هنالك تسلسل، تأتيك زعما نقولوا آلام حادة. صحيح، هاد الآلام الحادة هي لو سيني كيما علامة، العلامة أو مؤشر أن التسوس وصل للعصب. إذا التسوس وصل للعصب ما راحش تكون هناك عودة إلى الخلف، درستك ما راحش تبرى. ما راحش تبرى وحدة، وما كاش استقرار للحالة، فقدان طبقات الأسنان راح يتواصل. كي توصل لنا السوسة تاعنا هادية للب، الفالونيك خوزي راح لهاد ينتشر ويقوم بتهديم الضرس. تهديم الضرس ويديرنا الخراج. الخراج هذايا يعني سي با لكل داء دواء، الحمد لله رانا في 2022. اون بروبوز يعني نطرحوا كعلاج تداوي العروق اللي هي لو تريتمون اوندودونتيك ديفيتاليزاسيون. نعم، على اكيد انه هذه المواضيع كامل شفناها في فقرات البرنامج شروق مورنينغ. نعود الى الموضوع اللي هو الحفاظ على صحه الفم والاسنان، كيف يتم ذلك دكتور؟ الحفاظ على صحه الفم والاسنان، ما أقوله لمرضايا الكرام دائما إن شاء الله ننفع أعزائنا المشاهدين والأخ محمد، أنت الطبيب الأول تاع نفسك، كيف يكون ذلك؟ بالمراقبة الدورية للأسنان. الحاجة الثانية بعدم استعمال الكيردون اللي هو العدو رقم واحد تاع اللثة، بالمواظبة خاصة على غسل الفم بعد كل وجبة، استعمال فرشاة أسنان تكون سوبل،
واستعمال ناعمة بارك الله فيك، استعمال غسول الفم يكون بوصفة طبية حتى لا نفقد التوازن بين البكتيريا المفيدة والبكتيريا الضارة. الطريقة المثلى لغسل الأسنان تفضل بارك الله فيك. بشكل عملي أكثر الدكتور، يعني جانا جاب معها هذا النموذج البروتوتيب تاع الفم الإنسان وأيضا الفرشاة العملاقة. غسل الأسنان يكون أن موفمون سومي سيركولير نصف دائري من اللثة نحو الأسنان. كاين اللي يقول لك أنا كي نغسل الأسنان ديالي نجرح اللثة. نجرح اللثة خطأ، راك دير يعني هي هكذا وراك تجرح اللثة، هي خطأ أيضا. نعاود نشوفوا الطريقة فقط دكتور، يعني حتى اللثة نقوم بعملية تنظيفها عن طريق فرشاة ناعمة يتحدث عليها. فرشاة ناعمة بارك الله فيك، أن موفمون سومي سيركولير طريقة عمودية بارك الله فيك نصف دائري من اللثة من فوق للتحت دكتور، من فوق للتحت باش ما نعاودوش نرجعوا هذاك الوسخ اللي موجود في السنة في اللثة. الله فيك الله فيك بارك من اللثة. إذا محمد داويت هلا لا ما أنا ما نغسلش بهذه الطريقة، يعني أتعلم معك هذه الطريقة الصحية. أنا نغسل بطريقة عمودية لكن ما نقصش اللثة للأسف الشديد. يجب أن نقيس اللثة في عملية غسل الأسنان، ويقول لك أن القادم هكذاك سي لو سين دانفلاماسيون، هنالك التهاب على مستوى اللثة، ومن بعد نطرقوا لها ان شاء الله. نعم، كيفاش نغسلوا الضرسة من الداخل؟ يعني نشوفوا انه هناك الفك قابل للانفتاح كما فك الانسان، نشوفوا طريقة عملية، يعني لو نقلبوا شوية هكذا البروتوتيب باش يشوفوا المشاهدين بشكل اوضح عملية غسل الاسنان الصحية والعملية. ناخذوا الفرشة تاعنا بطريقة عمودية خاصة في هذه المناطق أين توجد ترسبات كثيرة جدا. هكو. يعني معروف الجيري تركز في الداخل في الفك السفلي تاع الجسم او الاسنان، هناك بزاف غدد لعابيه لداخل مما سافافوريز لاكوميلاسيون دو تارتر، يقوم بتاكسد الجير في الاسنان فوالا. عندنا لو كوتي هذايا اكسترن في الجهه الخارجيه من الضروس، يجب عدم فتح الفم جدا، يعني سينو يوغا اون كونتراكسيون تشنج للعضلات عضلات الفك فوالا عضلات الفك، مما لا يسمح بعدم وصول الفرشاة الى اخر الضروس. بعد ما شفنا اختيار فرشاة الاسنان هي الناعمه وطريقه غسل الاسنان، اكيد انه معجون الاسنان ايضا عنده مواصفات ومقاييس. ما هي اهم هذه المقاييس؟ كان يقول لك اللي فيه الفلور بزاف يؤثر على طبقه الاسنان، كان يقول لك تاكل الاسنان بفعل الفلور. ما هو اهم المعاجين بدون العلامات؟ اكيد مقاييس لاختيار معجون الاسنان. مقاييس اختيار معجون الاسنان هنالك يعني دو كريتير، هنالك حالتين، في حالة وجود معيارين بارك الله فيك، في حالة وجود اون سونسيبيليتي دونتير يعني حساسية للأسنان، هنا نفضل المعجون اللي فيه ان تو الفي يعني مستوى عالي مرتفع من الفلور. في حالة وجود يعني التهابات للثة، الأخصائي تاع اللثة هو اللي يكتب لك المعجون الخاص. هذه فيما يتعلق بمعجون الاسنان، حتى معجون الاسنان لازم كونسلتي وطبيب الاسنان باش نشوفوا اللي مناسب للاسنان خاصة بشكل عام. يعني اسمح لي الاخ محمد قاطعتك بشهده. تفضل. غسول الفم لي باند بوش يعني ما يلزمش نستعملوه دائما. نستعملوه ايضا بوصفه طبيه باش ما نفقدوش هذاك التوازن الكائن بين البكتيريا المفيده والبكتيريا الضاره. سي كوا البكتيريا المفيده؟ اللي تعاوننا في الهضم. الأكيد دكتور أنه نشوفوا الخيط والفيل دونتير كما يعرف، هذه ثقافة غائبة في كل المجتمعات في كل العالم، ما لا يستخدم بشكل كبير الفيل دونتير، يعني نشوفوا حتى تقارير في القنوات الأجنبية تحثوا بزاف على الفيل دونتير لأنه المواطنين ما يستخدموش هذا الخيط لتنظيف الأسنان. نقولوا احنا عامة هنا في الجزائر وكما قلت عالميا هناك استعمال للكوردون اللي هو العدو الأساسي للثة، ينحي لك لا بابي انتردونتير يعني اللثه اللي تكون بين الاسنان، يهبطها تعريه هذه اللثه هذه. الطريقه الصحيحه لتنقيه ما بين الاسنان لو كوردون هو يختلف على الفيل دونتير، لو كوردون هو هذاك الخشبه اللي نقيو بها سنين بعد تناول اللحم بشكل عام. بارك الله فيك. هذه مش مليحه. ماشي مليحه. نعم، هذه ثقافه جزائريه عربيه مشرقيه في الحساس. تحكم هذاك كما نشوف هنا الفيل دونتير سي اوت شوز، هي مختلفه وهو شيء اخر. خيط الاسنان هو يجي خيط هكذايا رقيق تجوزو بين الاسنان باش تنحي كامل الترسبات اللي تكون تما من ناحيه اللثه، راك تنقي مليح اللثه اللي متواجده بين الاسنان، وهذوك الترسبات يقدروا يديروا لك
تسوسات اللي هي كما نقولوا لا بلو فيسيوز الاخطر. علاش؟ خبيثه الدرس. خبيثه ما تبانلكش انت من في لافاس اكسترن في الجهه الخارجيه للضرس، تكون في لافاس بروكسيمال دو لا دون المجاوره للضرس. بارك الله فيك. وهذه يكون التقدم تاعها اسرع من السوسه اللي تجينا من الفوق. صحيح. سي تي كاري افونسي رابيد. يعني تنتشر الى الضرس حتى الى مسببه الام رهيبه. الاكيد انه تنظيف اللثه دكتور ايضا من اختصاصات طبيب الاسنان وايضا الشخص العادي، كيفاش يكون تنظيف اللثه وهل يشكل خطر على سلامه الفم وصحه الاسنان؟ هنالك فكره خاطئه جدا، هنالك العديد من المرضى وحتى الاصدقاء الجزائريين يقول لي تنقيه اللثه او ازاله الترسبات كومينومون ابلي دي تارتراج يأثر لي على الميناء، الميناء اللي هو لافاس اكسترن دو لا دون لي ماي. وهذه الفكره خاطئه جدا، لانه بكل سهوله كما اسمه تنقيه للثه ازاله الترسبات يتعلق بنزع الترسبات. لكن كاين يستخدموا دكتور، يعني هذه نشوفوه حتى عند طبيب الاسنان، كاين اطباء يستخدموا تقنيات قديمه، هذيك التقنيات انت اعلم بها، ويقولوا اغلب الدراسات انها تقنيات تؤثر على ميناء الاسنان وحتى تصل الى طبقات متقدمه من الاسنان بعد تنظيف الجير الموجود في الاسنان، هذه تحدث وتضعف بعدها السن، ويعني اغلب الاطباء يستخدموا تقليديه هذه هي الطريقه. والله معليش انت تستخدم تقنيات حديثة، لكن هناك من يستخدم تقنيات قديمة يقوم بتكسير حتى هذيك الترسبات الموجودة ويوصل إلى ميناء الأسنان. والله الأخ محمد شوف حاليا نقولوا حاليا هنالك جيل ممتاز من أطباء الأسنان، ما نزكيوش عند الله أي أحد، معدات المستعملة حديثة أون جينيرال، تسمى قليل 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 وين نكون نطيحوا في هذه الحاله. انا نقول لك اسئله المشاهدين بالمناسبه، لانه نعم. اغلب الانشغالات اللي جاتنا في موضوع تنقيه الاسنان ولدي تارتراج قال لك انه الاطباء يستخدموا تقنيات حديثه، هي تقنيات او كلاسيكيه، هي تقنيات قديمه تؤثر اساسا على السن، هذا غير صحيح. هذا يعني نلحق لك لهذه النقطه، احنا رانا نستعملوا كما قلت لك تقنيات حديثه الجيل الحالي، حتى الجيل اللي قبلنا قراونا بارك الله فيهم. عزيزي المريض اذا كانت هنالك حساسيه بعد لو ديتارتراج، يعني احنا كي نحينا هذيك الترسبات بان العيب اللي كان في الضرس. من المستحيل انه تقنيه تداوي للثه اللي ما راهيش تقيس تسبب خلل في الضرس لانه لو ديتارتراج يعني تنقيه اللثه فيه لو سوفيكس دي نزع اونلوفي لو تارتر، هذا لو تارتر وين يكون بين اللثه والدرس، يعني انه ديتارتراج راح ياثر لك على الدرس تاعك فكره خاطئه تماما، بل بالعكس راح ينقي لك اللثه تاعك، حتى يعني لا موفيزالان يعني رائحه كريهه، رائحه الفم الكريهه المشاهدين حاشا قدرك تروح مع لو ديتارتراج. نعم، الأكيد احنا من خلال فقرة الاستشارات الطبية نحن نصحح أيضا المفاهيم الخاطئة، نتكلم أيضا دكتور على تبييض الأسنان، يعني ينتشر كثيرا مصطلح هوليود سمايل، سناب سمايل وغيرها من المصطلحات الشائعة لدى الجمهور اللي أصبحت تتداول بشكل كبير بعد المشاهير نشوفهم في هوليود وغيرها، يعني تبييض الأسنان أيضا هذا موضوع يهم صحة الفم. تبييض الأسنان ما يمكنني قوله عنه أنه علاج ما راهوش غير تجميل، علاج يقوم به طبيب الأسنان وطبيب الأسنان فقط. لماذا؟ حتى نقنع مرضانا الكرام، إذا كان في الأسنان تاعك يوجد تشققات اللي ما تبانش بالعين المجردة، نديروا أن تيست دو ترونسليميناسيون، يعني تيست ضوئي باش نشوف هاد التشققات هذه اللي راهي على المستوى الميكروسكوبي. نعم. لو كان ندير لك تبييض الأسنان راح نديروا يعني اون هايبر سنسيبيليتي، نعم. يعني حساسيه زائده من الأسنان. حساسيه في الاسنان، ممكن تفقد الاسنان، ممكن تفقد الاعصاب. هذا تبييض الاسنان هو اللي يشكل خطر على صحتك. ممكن يشكل خطر في حالات تبييض الاسنان ما راحش يكون فعال اذا كانت عندك حشوات تجميليه كومبوزيت، لانه تبييض الاسنان يكون فعال على الاسنان كومباج كومبوزيت كما يعرفوه كومبوزيت بارك الله فيك، لانه تبييض الاسنان يكون فعال على لي دون ناتشورال فيفونت. نظرا للوقت فقط سؤال اخير دكتور، ان اكيد انه هناك بعض حلول لتعويض فقدان الاسنان، ما هي هذه الحلول؟ يبقى الحل الامثل، خليه الامل مفتوح لمن ليس لديه اسنان. لا رانا في 2022 يعني، وكما نقولوا لكل داء دواء، كونتخير هنالك تقدم كبير على هذا المجال. يبقى الحل الامثل والحديث اللي راهو حديث الساعه مانو سي سكي داكتواليتي هو زراعه الاسنان. زراعة الأسنان يعني تعطي نتائج جد
جد مبهرة. دكتور خداش أدم، كما قلت أنت في بداية البرنامج، ابتسامتنا هويتنا، نتمنى أن تكون ابتسامة مشرقة، نتمنوها أيضا استشارة طبيب الأسنان تكون ثقافة أيضا. آمين. شكرا جزيلا لك دكتور خداش أدم، نتمنى أنك تعنا أنك تكون معنا حاضر في مواعيد أخرى بإذن الله للتحدث بشكل مفصل. كان هذا جزء من المواضيع التي تنتظر المشاهدين بالتأكيد في فقرة الاستشارات الطبية. إذن مشاهدين